لو أنك بعد أن سدوا تفضل لو أنك وزوجك في السجود في صلاة النافلة تقولين في السجود 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قوليها في السجود 40 مرة أرجو الله عز وجل برحمته وفضله وقدرته وإحسانه أن يمن عليكما بذرية الصالحة. وقد قلت أنا في منابر عدة أنني بالحمد لله وفضله إلى الآن أكثر من 22 أو 23 حالة حكم الأطباء على بعضها بالعقم التام، ومن الله عليهم بقراءة هذه الآية في السجود على هيئة دعاء، ثم كتب الله عز وجل لهم الإنجاب. نعيد الآية لو سمحت. نعيد الآية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذا في القرآن إن الله قال بعدها فاستجبنا له. وأما إن قال لك قائل من أين أتى الشيخ بالأربعين، فإن الله عز وجل ربط هذا العدد بالخلق، قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون حلقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وقال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وفي حديث النشور قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 40 ثم يمكث الناس 40 ثم تمطر السماء ماء كمني الرجال فينبت الناس، فلها علاقة بالخلق من وجه ولها علاقة بالبركة من وجه. قال الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإن قال قائل إن هذا نوع من البدع، قلنا له إن البدع لا تدخل في الدعاء، هذا أشبه بالدواء، تدخل في الأعمال التي لو جاء إنسان وقال من قال هذا الدعاء 40 مرة له أجر كذا أو أجر كذا نقول هذا باطل يحتاج إلى دليل. أما ثبت في الشرع ما يسمى بالعلم التجريبي، فإن موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج إنني قد بلوت الناس قبلك، فهذا علم تجريبي. وقد قلت مرارا أنني أول من صنعه بنفسي، أنا مكثت 4 سنوات لم يكتب الله لي أن أنجب، ثم إنني قلت في السجود 40 مرة ثم من الله عز وجل علي بفضله وكرمه بالذرية الطيبة، نسأل الله أن يصلحهم جميعا. اللهم